الأجهزة القمعية في النظام المبات تستلم مئات الملايين من الدولارات شهريا ومئات المليارات سنويا، لم يسلط عليها الضوء ولم تناقش لحد هذه اللحظة. وأنا بالأيام المقبلة إن شاء الله سوف أبرز وثيقة صادرة من هيئة التقاعد للمشمولين من أجهزة القمعية، من فدائي صدام، من قتلة البعث، كبار البعث، من أعضاء في حزب البعث المقبور، وكذلك في فدائي صدام وجهاز المخابرات وأجهزة قمعية أخرى، حرس الخاص وما يسمى بالأجهزة القمعية، هم بالمئات الآلاف. كم عددهم؟ يعني الآن الوثيقة يعني ما عندي بشكل دقيق، ولكن عددهم مو أقل من 500,000. أوف. نعم. هذا العدد الكبير. يستلمون بعنوان متقاعدين. هنالك غطاء موجود في هيئة التقاعد تحت هذا العنوان، أجهزة قمعية هم بالحقيقة. وهذا ضمن برنامج المصالحة الوطنية، الله يكرمك.